أمريكا وبريطانيا تبدأان بقصف اليمن، والزعيم الحوثيين يرسل تحذيرا شديد اللهجة للأمريكيين ويطلق أول صواريخه. محكمة العدل الدولية ترفع أولى جلساتها ضد تل أبيب، وأحفاد مانديلا يحاكمون العبريين رسميا. الخارجية الأمريكية تبلغ الكيان بشروط السعودية للتطبيع، ولندن تكشف الخسائر البريطانية جراء الخروج من الاتحاد الأوروبي. هجمات روسية تجبر القوات الأوكرانية على الاختباء، وفي الطرف الآخر المعارك الغربية تشتعل للاستيلاء على الأصول الروسية وموسكو ترد. زيلينسكي يصدر القلق للإدارة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي يتراجع عن وعوده التي قطعها للأوكرانيين. الفساد في كييف يلتهم المليارات، وأمريكا تغلق الحنفية. الحرب البحرية تشتعل. البحر الأحمر يلتهب مجددا، وفتيل الحرب يتقد في اليمن. هنا شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف لجماعات أنصار الله الحوثيين في اليمن في وقت مبكر من فجر الجمعة. وقال مسؤول أمريكي إن الضربات استهدفت مواقع رادار ومنصات مسيرات وصواريخ ومواقع رصد ساحلية، مشيرا إلى أن العملية انتهت، ولكن نحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات. وأشار مسؤول دفاعي أمريكي إلى أن الضربات ضد مواقع الحوثيين في اليمن شاركت فيها سفن وطائرات حربية وغواصات، في حين تحدث قيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين عن غارة أمريكية وبريطانية عدة على العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر وصعدة وذمار. من جانبه قال القيادي في أنصار الله الحوثيين على القحوم إن قواتهم ترد بقوة على البوارج الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر. من جهتهم انتقد أنصار الله الحوثيين قرار مجلس الأمن الدولي بشأن عملياتهم في البحر الأحمر، ووصفوه بالمنحاز إلى تل أبيب، ما يشجعها على مواصلة جرائمها بحق مدني القطاع. وقال زعيم أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي في كلمة بمناسبة جمعة رجب إن من يريد الاعتداء على شعبنا يخطر على المستوى العسكري بالدخول في مواجهة سيدفع ثمنها، مضيفا لن نتردد في فعل كل ما نستطيع وسنواجه العدوان الأمريكي. أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا دون رد وفق تعبيره. لتعلن القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا على ممرات الشحن الدولية في خليج عدن، وهو الهجوم 27 منذ 19 من نوفمبر الماضي. ولننقل لكم المصدر. بالعودة إلى القطاع، قال رئيس الوزراء العبري نتنياهو إنه لا نية لدى تل أبيب لاحتلال القطاع بشكل دائم أو تهجير سكانه المدنيين، مضيفا أن تل أبيب تحارب الفصائل وليس السكان الفلسطينيين، زاعما أنها تلتزم بالقانون الدولي. وإليك دوليا، كانت محكمة العدل الدولية رفعت أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بتهمة ارتكاب جرائم بحق المدنيين في القطاع. وتلت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوغو قائمة بالمسائل الإجرامية التي ستتخذها المحكمة في نظر الدعوى بمشاركة قاضيين من أحفاد مانديلا وتل أبيب، وذلك لضمان النزاهة والشفافية على حد تعبيرها. وتطالب جنوب إفريقيا تل أبيب بوقف عملياتها العسكرية في القطاع فورا، وها هو المصدر يتحدث. هناك قالت وزارة الخارجية العبرية تعليقا على جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي إن جنوب إفريقيا تلعب دور الذراع القضائية في خدمة الفصائل، مضيفة أن ذلك مجرد استعراض للنفاق والادعاءات الكاذبة. من جانب آخر، ذكر موقع أوكسيوس أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أبلغ نتنياهو أن السعودية ترغب في استئناف المحادثات الرامية إلى إقامة علاقات مع تل أبيب عقب انتهاء الحرب في القطاع، ولكن الموقع نقل عن مصادر أمريكية وعبرية أن السعودية لن توافق على أي اتفاق ما لم تلتزم الحكومة العبرية بحل الدولتين. لننتقل إلى لبنان، حيث أفادت مجلة بوليتيكو بأن مسؤولين في وكالات الاستخبارات الأمريكية حذروا من خطر قيام مقاومة لبنان بمهاجمة الولايات المتحدة. وقال مسؤولان استخباراتيان إن قدرة المقاومة على تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة تتجاوز قدرة أي جماعة أخرى، بما في ذلك تنظيم داعش. بينما صرح رئيس هيئة أركان الجيش العبري هارتسي هاليفي بأنه بعد انتهاء العملية القتالية في القطاع ستعرف تل أبيب كيف تفعل ذلك أيضا في لبنان. هذا وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل مبعوثا خاصا ليبحث
في بيروت خفض التصعيد مع تل أبيب ولنضع المصدر. هناك دعا مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين إلى تهدئة الوضع في جنوب لبنان والعمل على حل وسط مؤقت مع تل أبيب تجنبا للأسوأ. في العراق نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري أمريكي تأكيده بأن جيش بلاده لم ينفذ ضربة جوية على منصة إطلاق صواريخ قرب قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية في غربي العراق. أما في إيران فأفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن بحرية الجيش الإيراني احتجزت ناقلة نفط أمريكية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي بعد أن قامت الولايات المتحدة بسرقتها العام الماضي وتغيير اسمها. بعيدا عن الشرق الأوسط، أكد عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلف الاقتصاد البريطاني 178 مليار دولار، مشيرا إلى احتمالية أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2035. خشية أمريكية في كييف. هنا عاد حلف الناتو ليقول كلمته من جديد، حيث أكد الحلف في ختام اجتماع مجلس الناتو أوكرانيا أنه سيواصل تقديم الدعم العسكري لكييف بما في ذلك تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية. بالمقابل نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر لها أن واشنطن تشعر بالقلق من تفاقم التوتر بين زيلنسكي وقائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجيني، ووفقا لهذه المصادر تقلق الإدارة الأمريكية من هذا التوتر سيؤدي إلى إبطاء صياغة استراتيجية أوكرانيا العسكرية. فيما ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشعر بانتصار وشيك في أوكرانيا وفي واشنطن والغرب غابت بهجة الأحاديث عن أي هزيمة لروسيا. وفي معارك الاقتصاد أبدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمها للتشريع الذي من شأنه أن يسمح بمصادرة نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في الغرب من أجل استخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا، وقد أفادت بذلك وكالة بلومبرغ. وها نحن نتصفح المصدر. هذا وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن واشنطن لم تبلغ الجانب الروسي بدعم البيت الأبيض لقرار الاستيلاء على الأصول الروسية لعدم وجود قنوات اتصال تقريبا بين الدولتين، مضيفا أن أمريكا تحاول الضغط على الأوروبيين لمصادرة الأصول الروسية لأن الأصول الرئيسية الروسية موجودة في أوروبا وليس في أمريكا، وهذا سينتج عنه مستقبلا خسائر لا مفر منها وغرامات وعواقب قانونية سيواجهها الأوروبيون حتما إذا ساروا على خطى الأمريكي وفق تعبيره. وفي سياق آخر تفيد معطيات هيئة الإحصاء الأمريكية بأن الولايات المتحدة استوردت في أكتوبر النفط من روسيا لأول مرة منذ عام ونصف العام، ومنذ نوفمبر قامت بتكرار عمليات الشراء المذكورة بحسب الموقع الرسمي للحكومة الروسية. ولنعد إلى الحرب الأوكرانية، فقد أكدت المفوضية الأوروبية في إحاطة إعلامية أن الاتحاد ودوله الأعضاء لن يتمكنوا من تحقيق الهدف الذي أعلنته المفوضية بتسليم مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا بنهاية مارس 2024. بينما أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية أن البنتاغون لم يراقب بشكل صحيح نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، وظل أكثر من نصف الإمدادات مجهول المصير. ووفقا للتقرير لا تزال هناك أسلحة بقيمة نحو مليار دولار في عداد المفقودين وفق سبوتنيك. في الجهة المقابلة أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف فعالية أداء صناعة الدفاع الروسية بعد الضربات الناجحة مؤخرا على أهداف أوكرانية وتم فيها استخدام مختلف المحتويات ما عدا النووية، فيما دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية المتواجدين خارج البلاد إلى العودة على خلفية مشاكل التعبئة بسبب رفض الأوكرانيين الانضمام إلى كييف. هناك قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر في مقابلة مع قناة ديني هايفونغ على يوتيوب إن أوكرانيا قد تخسر عدة مدن هامة بما في ذلك أوديسا وخاركوف على الأرض. أفاد قائد مجموعة استطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بأن الضربات المستمرة التي تشنها الطائرات الروسية دون طيار تجبر جنود القوات المسلحة الأوكرانية على البقاء في المخابئ لفترة طويلة، وأشار إلى أن روسيا لديها جيش طائرات دون طيار قوي في حين أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تمتلك مثل هذه القدرات. وهنا نتصفح المصدر.